السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هنتكلم عن قيمة الاحترام في كتاب القيم واحترام الآخر. قيمة الاحترام دي هنلخصها في جملة واحدة فقط. نيجي نشوف مع بعض كده ازاي هنلخص قيمة الاحترام في ايه، في جملة واحدة بس. يلا نشوف مع بعض. الاحترام هو أن أعامل الناس كما أحب أن ايه، أن يعاملوني. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا لما باجي اروح اشتري موبايل وبدفع فيه فلوس لازم بجربه الاول. لما انا اجي اتعامل مع الناس، اتعامل مثلا مع اخواتي خلاص، او جيراني او اصحابي او زملائي في المدرسة، او حتى الناس اللي متواجدين في الشارع، لما اجي اتعامل معهم سواء بالكلام او الافعال، اجرب هذا الفعل او هذا الكلام على نفسي. ان قبلت هذا الكلام وكنت مبسوط منه، او هذا الفعل وكنت انا مبسوط منه، خلاص اقوله مفيش فيه اي مشكلة. طب لو ما قبلتش هذا الكلام وزعلت وقلت لا الكلام ده ما يعجبنيش او هذا الفعل ما يعجبنيش، يبقى انا ما اعملوش للناس التانية، لان برضو الناس دي لا تقبلوا ايه على نفسها، سواء كانوا اخواتي او اصحابي او زملائي. وبذلك هيصبح الاحترام ما بيننا ايه، متبادل خلاص. وبرضو الاحترام في الرأي. دلوقتي هنحكي مع بعض قصة ايه بقى، اختلافنا سر جمالنا اللي ايه عايزة تدللنا على قيمة الاحترام. يلا كده يا ولاد نشوف القصة ايه مع بعض. يلا، عنوان القصة اختلافنا سر جمالنا. الاحترام، ما هو الاحترام؟ الاحترام هو أن تقبل الآخرين كما خلقهم الله، وأن تعاملهم كما تحب أن تعامل. اذكر كلمات تعبر عن الاحترام. هو هنا كتب لك معنيين بيعبروا عن الاحترام، شكرا ومن فضلك، وانت هتكتب ثلاثة من عندك. يلا كده نفكر مع بعض. ممكن نكتب اول واحد لا عليك. لا عليك ده لما حد بيخطئ وانت عايز تطمئنه وتحسسه ان هو ايه غلط بس انت سامحته، يبقى تقول له ايه لا عليك. طب تاني حاجة نحط ايه، تفضل. لما تيجي تدي حد الحاجة تقول له ايه، اتفضل. رقم 3 نحط ليه رأي آخر. لما يكون لك رأي تاني ما تقولش لحد انت رأيك غلط، ولكن نقول له ايه، ليه رأي ايه آخر. شخصيات القصة او ابطال القصة، عم فتحي العجلاتي، امين بطل القصة، والدة امين. آية القصة، استيقظ امين مبكرا واستعد في نشاط ليذهب الى المدرسة، ثم دار حوار بين امين وامه. الأم، صباح الخير يا أمين، أراك سعيدا اليوم. أمين رد على مامته قال لها، نعم يا أمي، لقد اختارني معلم الموسيقى لأكون لاعب الإيقاع في الطابور هذا الصباح. وصل أمين إلى المدرسة، ثم وقف أمين أمام التلاميذ في فخر، وهو يشعر بأن مجهوده في التدريب جعله يتقن العزف، وهو ما يزيده ثقة في قدراته. أمين خلص اليوم الدراسي بتاعه وخرج من المدرسة. عند خروجه من المدرسة وجد أمين إطاري دراجته مفرغين من الهواء، ووجد باسما زميله واقفا، ثم دار حوار بين أمين وصديقه باسم. ها أمين قال إيه بقى؟ أمين هيا لتساعدني كي نصلح الدراجة. باسم، بالتأكيد لقد رأيتك اليوم وأنت تعزف في طابور الصباح وكنت رائعا، فلماذا لا تأتي معنا في تدريب كرة القدم؟ رد عليه أمين وقال له، أنا لا أحب كرة القدم. باسم رد عليه وقال له، وأنا كذلك لا أحب الموسيقى. أمين وباسم زعلوا من بعض. زعلوا من بعض ليه يا ترى؟ أمين بيحب الموسيقى ولا يحب كرة القدم، ولكن باسم عكسه. باسم بيحب إيه بقى؟ كرة القدم ولا يحب الموسيقى. طب يلا نكمل القصة بتاعتنا ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. أمين وباسم وكل منهما يفكر في الحوار الذي دار بينهما، إلى أن وصل لعم فتحي العجلات. عم فتحي قال لهم إيه بقى؟ عم فتحي، ماذا بكم يا أولاد؟ رد عليه أمين وقال له، إطار دراجتي مفرغان. رد عليه عم فتحي العجلات وقال له، لا أسأل عن الدراجة إنما أسأل عنكما، مالكوا في إيه؟ أنتوا زعلانين من بعض ليه؟ رد باسم وقال له، أمين لا يحب كرة القدم. أمين رد عليه وقال له، كذلك باسم لا يحب الموسيقى. عم فتحي العجلاتي يقنع أمين وباسم إن اختلافهم هو سر جمالهم. إزاي؟ نشوف كده مع بعض. قال لهم إيه؟ فهل رأيت يا باسم مباراة كرة قدم بدون موسيقى في بدايتها؟ بيقول لباسم إن مفيش مباراة قدم بتبدأ إلا ما بيكون في موسيقى إيه في بدايتها. وهل سمعت يا أمين موسيقى أجمل من نشيد بلادك عندما يعزف قبل المباراة؟
بيتي، انظرا إلى الأزهار يا أولادي، فهي تتنوع في الألوان والأحجام، ولكن وجودها مع بعضها هو سر جمالها، فلا تجدان زهرة تختلف مع زهرة بسبب لونها ورائحتها، فكل منها تتقبل الأخرى. قاسم وأمين اقتنعوا هما الاتنين فعلا بكلام عم فتحي، وردوا هما الاتنين في صوت واحد وهما مبسوطين، وقالوا شكرا لك يا عم فتحي، لقد فهمنا الآن. رد عليهم عم فتحي وقال لهم ليأخذ كل منكما قصيصا من الأزهار هدية مني إليكما. أمين دراجته وعاد إلى المنزل فحكى لأمه كل ما حدث. مامته قالت له الأم ما الذي تحمله يا أمين؟ رد عليها أمين وقال لها لقد أعطاني إياها عم فتحي حتى لا أنسى أننا كالأزهار وأن تنوعنا سر جمالنا. وأبدع احترام الآخرين يكون من خلال إظهار اهتمامك بمشاعرهم وحبك لهم رغم تنوع اهتماماتكم وطباعكم. شوط واحد، تذكر واكتب، اكتب اسم شخصياتك المفضلة واكتب 5 اختلافات بينكما. وهنا قايل لك اكتب اسمك وطولك والطعام المفضل ليك خلاص، واللون المفضل ليك واللعبة المفضلة ليك خلاص. الدايرة دي او الدايرة البيضاوية دي مخصصة ليك، اما المربع اللي جنبها هتكتب فيها اسم من اسماء اصدقائك وطوله والطعام المفضل ليه واللون المفضل ليه وايه كمان واللعبة المفضلة ليه، وده بيبين الاختلاف. ورغم هذا الاختلاف ايه ده سر الجمال، لان انتوا بالرغم من ذلك ايه اصدقاء. شوط 2، لون الجمل التي تدل على احترام الاخر. هنبدأ نقرأ الجمل بالطبع ليه. طبعا دي مش هنلونها لان دي ما فيهاش احترام لرأي الاخر، لان انت كده بتحرج ايه اللي قدامك، بتحرجه بتحطه في موقف مش كويس، بتقول له طب بالطبع لا، ممكن تقولها له بطريقة افضل. طيب يبقى دي مش هتتلون. طب هذه فكرة سيئة برضو، دي مش هتتلون لان دي فيها عدم احترام للاخر، لان انت كده بتحرج اللي قدامك وبتحطه في موقف مش كويس. طيب اللي بعدها، ارى انه من الافضل، دي طبعا احترام لرأي الاخر وكويس جدا، عشان كده هنلونها، لان كده الكلام بطريقة كويسة، لان انت بتقول اللي قدامك انا بختلف معاك في الرأي ولكن لي رأي ايه افضل. طب لا، رأيي هو الصائب، طبعا دي مش هنلونها لان دي فيها عدم احترام لرأي الاخر. طب ما رأيك في ان، ايوه دي هنلونها لان دي فيها احترام لرأي الاخر. اتفهم وجهة نظرك ولكني اختلف معك، برضو دي هنلونها لان فيها احترام لرأي الاخر. طيب رأيك خطأ والصواب هو، طبعا دي فيها احراج للي قدامك ولذلك مش هنلونها. افهم رأيك ولكني اعتقد، طبعا دي هنلونها لان دي فيها احترام لرأي الاخر ووجهة نظره. كده تبقى خلصت قصتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.